العاصمة أنجمينا في أعلى مستوياتها لاستضافة مهرجان داري، والذي سيقام في 22 من ديسمبر الجاري إلى 2 يناير العام 2019 بساحة الأمة، حيث ستنظمه الهيئة الوطنية لتطوير السياحة والحرف اليدوية بالتعاون مع وزارة التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية، وذلك تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وعلى ضوء ذلك قام مسؤول قرية داري لتفقد اللمسات الأخيرة لهذا المهرجان. هذا فوائد عشان التعديان كله يلموا في ايفينمون وايد ويوصفوا للبي آخر كذا رانينا عندنا بي أنا بي وكلنا عندنا مهنة الفلتيبال لا بيستان أنا 23 بروفنس كله يجو هنا في الفلتيبال تو أي ما التعديان يدري يجي شي في الريجون أقا كله إندا بوسيبيتي عندنا كلنا أصلا يمات في السنة تيمي شيا عندنا بروبليم ايكونوميك لكن ندورو كان وصفو في تشاد ما إلا بروبليم ايكونوميك من القف تشاد بيمشي قدام و الايفينمون كي يقدر يوصفها لي تشاديان كادار عندنا مهنا بيننا و ريجون عندنا كلو كلتشر عندنا راني كلو فيير انا ريجون عندنا عشان تشاديان كلو يوجو يفيتي ما ريجون انا ما بروفانس انا عندنا من نور عندنا من سيل عندنا من اس من ويز كلو في يوم هذا نوصو عندنا كلو وايد كلنا تشادين وكلنا لي تشاد لي تشاد عندنا خدمه كل ندورو كي تشاد يمشي قدام. ونشير إلى أنه ستشهد هذه القرية أرود تقليدية ومنصات أرود للبيع ومأكولات وطنية وعالمية، وكذا أنشطة ثقافية وسهرات غنائية إضافة إلى ألعاب وهوايات، وأن مهرجان داري هو النسخة الأولى من نوعه على مستوى البلاد.